السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي في لقاء جديد. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نكمل تبات الكاس. وصلنا لروسيا طبعا، وتعدينا روسيا آخر اللي كانوا متابعيني. فمن عبرنا روسيا الآن راح نتجه للبلد اللي بعدها. هاي جوائز يومية. وشايفين احبتي اللي بعد روسيا اليونان، فراح نلعب اليونان. راح العب 170 انرجي عندي، باقي كلها راح العبها وياكم اليوم. شوف كم بلد نلعب. دائما سرع القطط مالتكم. هذا اول وحش نزل من روسيا من اليونان. هذا كمل التسريع والان ماكس. فقمة نزلت لي. اوف، هاي الفقمة عندها الياب. ثاني وحش هذا مساع خنزير عن الفقمة. بس ان شاء الله مسيطرين احنا. فزنا على اليونان. اروح البلد اللي بعدها. قلت لكم راح العب الانرجي كلها وياكم. شوف كم دولة بعد اليونان. ايطاليا، ايطالي، ايطاليا. سرعوا اول شي، دائما لما الغطط تنزل بسرعة مالتكم فدائما سرعوا اول شي. حاولوا مدام ماكو اعداء، يعني للان ماكو اعداء. اخ شنو هذا، هو حشم فرس النهر شعبينه. اول وحش فرس النهر. الان كمل تسريع، تسريع ماكسيموم. نزل نزل جنودنا براحتنا. هذا الخنزير وحش ثاني. غرلة نزلت، غرلة ثانية وأيضا خنزير. بدأوا الوحوش يتكاثرون علي، شايفين شباب؟ بس إن شاء الله مسيطرين إحنا. يا الله يرحمكم.
مفيش مشكلة. ايضا واحد شهور اللي نزل غوريلا ثاني نزل، راح تصير معركة حامية هاي. الفرس الناس راح منزل معركة حامية ضارة بيني وبين الوحوش، شايفين بس اخذناهم ان شاء الله. هما ايضا جاي ينزلون وحوش يعني هم قصتين. فزنا بشق الانفس على ايطاليا، عندنا انرجي. خروح البلد اللي بعد ايطاليا، موناكو امارة فرنسا طبعا. اسرع اول شيء مثل ما قلت لكم، اهم شيء التسريع مع الجنود. الى الان ماكو وحش، راح نكمل تسريع. اول وحش فرس نهار شايفينه، طبعا تختلف الوحوش من بلد الى اخر. يمكن سيطرنا، ماكو هذا وحش غير اللي نزل. وحش جديد انضم الى بس ما لحقوا علينا. فزنا، نزل واحد جديد مثل الخروف شايفينه. خروح لاسبانيا بعد موناكو، اسرع. تمساح شايفين ذولا قبل دزولي وحش. تمساح ثاني، تمساح ثالث، تمساح رابع ايضا شايفين. حتى ما في احتفافت علي شايفين حبتي. اخذناهم وعليكم. فقمة، وحش الفقمة نزل ويا التمساح. والله راح تصير معركة طاحنة هاي.
كمل التسريع الآن. شو نجيب واحد هم يزن. وصلنا للبيت الآن، جاي نهجم بالبيت مرة ثانية. أعتقد راح ننتصر عليهم. انتصرنا عليهم. نشوف نرجع عندنا مال دولة واحدة بعد. راح ألعب فرنسا. اعذروني، هاي اخر دولة راح العبها لان انرجي خلصت، بعد ما عندي انرجي حتى يفتح لي دولة. لحد الان ماكو وحوش. وانا بكمل شو اسمه التسريع، اكمل التسريع مالي. الان بنزل جنود براحتي فارماكس. فرنسا راح تكون سهلة الظاهر. ما في وحوش فرنسا ولا وحش بينونا لحد الآن. أول وحش الغوريلا، ثاني الخروف، شايفين؟ وحش من يتأخر بالنزول ما يخوف، لأن الجيش يسيطر. واستطعنا نفوز عليهم محبتي. كان هذا لقاءنا اليوم وخلصت الانرجي. ودي اكمل وياكم. وصلنا لفرنسا. لا تنسون، القاكم في لقاء جديد. هذا اخوكم ماجد من قناة العاب ماجد. في امان الله.